السلام عليكم. فيديو النهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل ديزاين سوشيال ميديا بالتفصيل زي ده. فيلا بينا نخش في التفاصيل. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. مكملين مع بعض سلسله تعليم تصميمات السوشيال ميديا، وفيديو النهارده ان شاء الله هنعمل تصميم خفيف شويه، اخف من التصميمات اللي فاتت. فيا رب تكونوا بتطبقوا معانا والشرح يكون بيوصل لكم بشكل سلس، والتصميمات اللي بتجي لي على طول على السوشيال ميديا على الفيسبوك بتاعنا حاجه تفرح بصراحه. يعني انا سعيد جدا بالشغل اللي انا بشوفه، فعلا ممتن يعني لما بشوف حد طبق على التصميمات. فيلا بينا نخش في تصميم النهاردة، انا متحمس جدا من غير كلام كتير. يلا بينا نخش في التفاصيل شباب، يلا بينا نبدأ الديزاين بتاع النهاردة. ده ديزاين لشركة اسمها سويتي، ده عبارة عن موبايل ابليكيشن بيبيع حلويات. كنا عملنا عنها حلقة قبل كده، تقدر تشوفها من الاي اللي هتظهر فوق دي. باختصار الديزاين بتاع النهاردة عايز الهدف منه اننا نوضح للناس ان انت تقدر تستخدم موبايل ابليكيشن دلوقتي اسمه سويتي عشان تطلب حلويات من البيت. فالفكرة سيمبل ات ذات. حبينا نوصل الفكرة دي ازاي؟ عن طريق ان احنا نحط صورة الموبايل ابليكيشن وصورة التليفون طبعا، وصورة باب بيتفتح، وصورة الحلويات داخلة من الباب، لان الهدف من البوست او المسج نفسها كانت قريبا الحلو عندك بكبسة زر، او بمعنى اصح يعني تقدر تطلب الحلويات بكبسة زر من الموبايل هتوصلك لغاية باب البيت. حطينا كذا عنصر يبين ان انت في البيت فعلا، زي الاباجورة دي تدي لك ايحاء ان هي في البيت، وكمان الشخص نفسه قاعد في البيت. الفكرة ان انا بدي للناس call to action او حاجة اسمها CTA اللي هو call to action، بقول لهم اطلب دلوقتي او حمل ابليكيشن دلوقتي. الهدف من الكامبين او من البوست نفسه ان الناس تبتدي ان هي تداونلود الابليكيشن على طول. فيلا بينا نبدأ الديزاين. زي ما انتم شايفين الديزاين عريض او اسمه مش بورتري لاندسكيب. مقاس الديزاين هيبقى تقريبا 2000 في يعني خلينا نقول مثلا 2500 ويث و 2000 الهايت، بحيث ان انا عايزه عريض ونسميه مثلا ديزاين 7. اوكي، طبعا الار جي بي لان الديزاين دوت مش هيطبع. جميل، اول حاجه هنبتدي بيها وهي الالوان بتاعه الديزاين. طبعا الابلكيشن نفسه الالوان بتاعته هي الاورنج، الريدش اورنج او اللي هو جايب على احمر شويه اخترناه، واخترنا اللون الثاني اللي هو برتقاني مدي على اصفر شويه عشان هنعمل بيهم الجراديانت اللي في الخلفيه. هنيجي من قائمه التولز ونختار اداه الجراديانت ونشد كده نعمل اول حاجه الخلفيه. طبعا الالوان اللون الغامق اللي هو بالنسبه لنا هنا الاحمر لازم يبقى تحت عشان يبان ان النور جاي من فوق. جميل، تمام، ده اول حاجه. تاني حاجه هنحطها معانا الموبايل نفسه. طبعا انا عشان وقت الحلقه فانا قصيت كل العناصر ديت من الخلفيات بتاعتها وحطيتها في فايل لوحده. انت تقدر ان انت تقص العناصر دي بشكل سهل جدا، موجود توتوريالز اونلاين كتير، او يعني باي طريقه ممكنه. اول حاجه هنحطها عشان نبني عليها وهو الموبايل نفسه، ده الموك اب اللي انا كنت جايبه. هنصغره شوية. انا اعتقد ان احنا محتاجين نخلي الديزاين اعرض من كده بشوية. جميل، وهنكبر صورة الخلفية. طبعا الجراديانت اللي في الخلفية ده مش هيفرق معانا لو انا كبرت او مطيت فيه. جميل، ده اول حاجة صورة الموبايل. عشان نحس ان هو اندمج مع الخلفية لازم ايه؟ لازم نحط الشادو بتاعه. فبالتالي هنعمل الشادو بتاعه ازاي؟ ببساطة شديدة يعني احنا هنبتدي ان احنا نعمل دبليكيت للموبايل، نعمل كنترول جي
نقف على اللاير بتاعت الموبايل كنترول جي وهنعمل اللون بتاعه دوس دبل كليك عليه ونخلي كلر اوفرلاي اسود. بمعنى انا بعمل نفس الشكل الخارجي بتاع الموبايل بس باللون الاسود وهحطه في اللاير اللي تحت. اصبح عندي هو كده في لاير لوحدها من تحت ولون اسود بس. طيب انا عاوز ارسترايز اللاير دي او اخليها جاست بيكسلز مش سمارت اوبجكت وافكت والكلام ده كله، لا انا عاوزها لاير بس لون اسود كده زي ما انتم شايفين. هنعمل ايه؟ ندوس كليك يمين وندوس رسترايز لاير ستايل وبس كده. جميل. انا بعمل كده ليه؟ عشان هعمل الشادو دوت على الارض. اعمله ازاي؟ ادوس كنترول تي واجي وانا دايس كنترول او بالشكل ده كنترول في النسخ من الفوتوشوب اللي قبل 2019، ولو عايز انزل تحت شويه يبقى كنترول شيفت في النسخه اللي هي 2019 بالشكل ده. اصبح عندي الشادو في الارض زي ما بيقولوا كده او مرمي على الارض كده. طبعا في غلطه كبيره هنا عندنا وهي ان الاضاءه جايه لي من فوق من هنا، سوري الاضاءه جايه لي من فوق من هنا والشادو هنا. طب ازاي؟ مفيش سنس. المفروض لو الاضاءه جايه من هنا يبقى الشادو هنا. طيب هنعمل ايه في الحاله اللي زي دي؟ احنا هنعكس الاضاءه الاساسيه عشان هيبقى ده اسهل لينا في الحاجات الجايه. نعكسها ازاي؟ هنيجي على اللاير بتاعت الجراديان، ندوس كنترول تي ونعمل كليك يمين فليب هوريزونتال. اصبح عندي الاضاءه جايه لي من الناحيه الثانيه كده. الموضوع سنس ميك سنس اكتر يعني. هنعمل حاجه كمان عشان تدينا افكت اضاءه فوق الموبايل. هنعمل لاير جديده وبالفرشه الكليك يمين فيدد اهي الفرشه دي، هنكبرها شوية وباللون الأصفر برتقاني شوية كده ونديها واحدة كده ونكبر. جميل. أصبحت عندنا في إضاءة كده، هنحطها فوق الموبايل طبعا هنكبرها أكتر. ولو أنتم متابعين طبعا عارفين بنعمل إيه عشان الحاجة تبان منورة. هنعمل من البليند مود هنخليها سكرين. جميل. نجيبها كده شوية عشان تبان الإضاءة جاية كده والشادو بتاعها كده كده ميك سنس ومظبوط معايا. طبعا الشادو مش هيفضل كده، الشادو مش شارب كده، عايزين نخليه شوية مهزوز أو شوية واقعي أكتر. هنيجي من عند القايمة فلتر وهنيجي عند بلور جاوزيان بلور، هنبتدي نظبط في الشادو لغاية ما نحس ان هو بدأ يبقى الى حد ما واقعي يعني كده، وهنقلل الاوباستي بتاعته لغاية ما نحس ان هو تقريبا بقى واقعي يعني. ممكن ان احنا نلعب في الابعاد بتاعته، طبعا ده بيرجع الى السنس بتاعك او يعني رؤيتك للموضوع، ان انت تظبط الشادو بالطريقة اللي تحس ان هو فعلا واقعي. جميل. طبعا الحتة ديت عايزة تتظبط شوية يعني، في الفري ان انت تقعد تجرب فيه لغاية ما تظبطه. الحتة اللي تحت الموبايل ديت فيها شادو كتير، ده مش محتاجينه. هنقلل الاوبستي ونحاول نمسح الجزء ده كده. ونقلل الاوبستي بتاعت الشو، اعتقد يعني كده مناسب شوية ولانه ممكن يصغر شوية. تمام، اخد اكتر من وقته. جميل. دي اول حاجة معانا. تاني حاجة هنحطها هي الجزء اللي هو الباب اللي هو نسيت احطه. ثانية واحدة. جميل. دي صورة الباب، هنحطها على الديزاين نفسه كده. صغر صورة الباب شوية لغاية ما تظبط وهنحطها فوق الباب نفسه. طبعا هي مش راكبة معانا على الموبايل،
فهنركبها ازاي؟ اول حاجة هنحاول نحدد الجزء ده عن طريق الماجيك ووند تول، واحنا واقفين على الباب هنختار الجزء ده اللي هو شاشة الموبايل. جميل. والاجزاء دي كلها، الفكرة ان انا عاوز احدد الجزء بتاع شاشة الموبايل ده بس عشان اعمل له كليبنج ماسك للباب نفسه. فحددت الجزء ده، هعمل لير جديدة ببساطة وهعملها مثلا باللون اسود، او خلينا نقول لون ابيض. الون جوا عملت لير جديدة ومليتها بلون ابيض، بس دي بقت لير عندي لوحدها كده، اقدر ان انا اعمل لها كليبنج ماسك للباب. ادي الباب اللي انا جبته، وهعمل اللير ديت اعملها كنترول جي عشان لو احتجتها بعد كده، وبعد كده اعمل لها كليبنج ماسك. كليك يمين كرييت كليبنج ماسك، اصبحت في الباب نفسه. طيب دلوقتي في عندنا مشكلة، وهي ان الباب احنا عايزين جزء منه يبقى طالع بره. طب هنعمل ده ازاي؟ عن طريق ان احنا هنيجي عند الجزء بتاع الباب دوت. اولا هنعمل للباب كده كنترول جي عشان نعرف الباب فينه، هنقل له بس دي مجرد لير تبين لنا مكان الباب فين اهي. جميل. لكن اللير اللي احنا هنستخدمها اهي، ما جيناش جنبها. طيب احنا عايزين نعمل كليب اللير اللي معمول لها كليبنج ماسك دي، عايزينها تخلي جزء من الباب يظهر وهو العمود بتاعه والكلام ده كله. معلش قبل الكلام ده هنعمل الباب، نظبط البرسبكتيف بتاعه او المنظور بتاعه بحيث ان هو يتلائم مع الموبايل. المنظور بتاع الموبايل ماشي ازاي اهو كده. طبعا عشان ده سمارت اوبجكت مش هيرضى يظبط في الابعاد غير لما نعمل له راسترايز، فهنعمل لها راسترايز. دوس كنترول تي، وانا دايس كنترول هشد كده كنترول وشيفت، بقت مظبطها على نفس الحواف بتاعه الموبايل عشان تاخد نفس البعد بتاعه. نفس الكلام هعمله تحت او الشكل ده عشان تبقى اخده نفس بعد الموبايل نفسه. جميل اهو، ان احنا نصغرها كده شوية اعتقد كده ملائمة. طبعا مهما لعبنا في الابعاد بتاعت الباب مش هتفرق كتير، لان ده حاجة يعني ما بيحصلهاش تشوه في شكلها، او لما بنعمل تشوه في شكلها ما بيبقاش يعني افكتيف قوي يعني. جميل كده ظبطنا الباب خلاص. نرجعه تاني سمارت كليبنج ماسك للجزء اللي تحتيه، ونيجي على اللاير اللي هي احنا عاملينه عليها كليبنج ماسك اهي، وهنحاول هنحدد الباب بالشكل ده. هنيجي على اللاير وندوس كنترول وندوس على اللاير، هتتحدد اللاير بتاعت الباب. بعد كده هنيجي على اللاير اللي احنا عاملين لها كليبنج ماسك وهنرسم بالشكل ده. يبقى احنا عملنا كليبنج ماسك للباب في الحته دي، يبقى اصبح عندنا ايه، نقدر ان احنا نظهره بالشكل ده كده. تمام. هنمسح الجزء اللي تحت ده عن طريق ان احنا نمسح في اللير. اللير دي اصبحت معانا اللي هي اللي احنا كنا عاملينها بالابيض، اصبحت هي دي الجايد او المؤشر اللي احنا بنبني عليه. طبعا الباب عشان يركب كويس هنحاول ان احنا نعمل له شادو للحته الجزء اللي من تحت ده، نفس اللي عملناه قبل كده. هندوس الت ونشد فاتعمل عندنا لير جديده، او ممكن نعمل كنترول جي. طبعا هنحطها من تحت الكلام ده كله. هندوس دبل كليك على اللير ونخليه كلر اوفرلاي اسود، ندوس اوكي، ندوس كليك يمين راسترايز لير ستايل. جميل. ندوس كنترول تي ونعمل نفس الخطوة اللي عملناها للتليفون، بس هنعملها الباب. طبعا احنا كل اللي محتاجينه في النقطة دي هي الشادو بتاع الرجل، فاحنا يعني هي دي الجزئية اللي نركز عليها اكتر حاجة.
الباقي الجزء ده مش هيتمسح، مش هيتعمل، هيتمسح يعني. هندوس اوكي، والجزء اللي ورا ده يعني هيتمسح كده بشكل اهو. نعلي الفلو، انا كنت مقلله. هاي الشكل ده اعتقد كده هيبقى مناسب. هنقلل بس الاوبستي بتاعته بحيث، وممكن ان احنا نعمل له فلتر، نعمل له بلور عشان يبقى فيدد شوية. طبعا هنقلل بلور خالص، يبقى حاجة بسيطة جدا. ممكن نعلي الاوبستي شوية. جميل كده، الجزء الاولاني ركب معانا. طيب فاضل ان احنا اللير اللي هي اللي ورا دي البيضة مش عاجبني لونها، تحس ان هي انت داخل من حتة تانية ومش راكبة معانا في الديزاين. فبالتالي هنيجي عند اللير اللي هي البيضة اللي ورا دي، وهنغير لونها مثلا لنفس الجراديانت اللي احنا كنا عاملينه، اللي هو الاصفر والبرتقالي اهو بالشكل ده. هنيجي هنعمل لاير فوقها جوه كده، وهنلون كده يعني، هنلون الجزء ده كده، و بحيث انها اكنها مع الخلفيه، اللون هيبقى متناسق مع الخلفيه كده بشكل اكتر. جميل. العنصر اللي هنحطه بعد كده وهو الكيكه او السويت اللي هي دي، هنحطها على الباب كده، بس طبعا مش تبقى كليبنج ماسك ولا حاجة، نحطها جاست ان احنا نحطها قدام الباب كده. طبعا انا كنت من الفيديو اللي فات كنت مظبط لها الشادو والاضاءة وكل الكلام ده، اعتقد الموضوع سهل جدا يعني. بس هنا في نقطة ان الشادو زي ما انتم شايفين، الشادو جاي الناحية دي، والمفروض اي شادو عندنا جاي الناحية التانية، فهندوس كليك يمين فليب هوريزونتال كده، المفروض ان هي اتظبطت. تمام جميل. في عنصر هنحطه بعد كده ورا اللير دي عشان يديها بريق، هو العنصر ده هنحطه كده ورا. طبعا هنعمله روتيشن كده ونكبره، نحطه كده عشان نخلي الخلفية السوداء دي تمشي. هنعمل البليندنج مود، هنخليه سكرين، وهنحطه ورا الحلويات، هنكبرها كده عشان تديني افكت الجلوينج اللي انتوا شايفينه ده. ان دي الشكل ده، ممكن كمان نعملها كنترول جي الجلو اكتر، بس اعتقد لا مش مظبوط. دلوقتي في نقطة عندنا مش واضحة، وهي ان الموبايل مش باين ان ده موبايل، باين ده باب او بوكس كده، مش واضح. فعشان ابين الموبايل هاجي عند الجزء اللي هو ده، اللي هي اللاير اللي احنا حاطينها من فوق دي، اللي احنا كل شغلنا تقريبا عليها، وهمسح منها كده بشكل يعني بالفرشه الفيدد اللي هي دي، همسح من اللاير دي كده بحيث يبان بس الجزء بتاع الموبايل. يعني انا كده ما بوظتش الباب، وفي نفس الوقت اظهرت الموبايل. هنعمل كليبنج ماسك عشان لو حابين نعدل، وهنيجي بالفرشه الفيدد هنلون كده واحده او اتنين كده، بحيث ان هو يبان باب وفي نفس الوقت يبان الموبايل. جميل جدا. الكعكه دي ممكن ان احنا نضيف لها افكت تاني هيبقى لذيذ، اللي هو هنعمل لها اوتر جلو باللون الاصفر، سبريد كده شوية حلوين. يعني لغاية ما نشوف الموضوع مناسب، لو حسيناه ان هو اوفر خلاص. اعتقد ان الجلو اللي احنا عملناه كفاية يعني، مش مهم. طيب جميل. بعد الجزء اللي بعد كده هنضيف الحاجة تانية تبين ان ده موبايل ابلكيشن برضه، وهي ايه؟ وهي هنعمل بوكس تاني كده، وهنحط عليه زرار مكتوب عليه اوردر ناو.
ده ليه؟ ده عشان هو الهدف من الديزاين نفسه، ان انا اخلي الناس تطلب. فهعمل كده ازاي؟ فاكرين اللير اللي احنا استخدمناها وخفيناها ورا دي اهي، هنطلعها كده فوق اهي. ببساطة شديدة نفس اللير دي هنقوم مصغرينها بس شوية كده ومطلعينها قدام شوية اهو بالشكل ده، اكنها السكرين بتاعة الموبايل بس طلعت قدام شوية كده، يعني طلعت من الموبايل. وهنعمل ايه؟ اول حاجة هنعمل لها ستروك، ده اول واحد. اول حاجة هنيجي من قائمة ستروك ونخلي الستروك اوتسايد، نعمل لها ستروك باللون الابيض كده. جميل، مثلا قيمة 3 او 4 بيكسل. تاني حاجة هنعمل اوتر جلو باللون الاصفر، بس يعني هنخليه اورنج شوية، وهنزود الاوبستي بتاعته عشان احنا محتاجينه يبقى جلو فعلا كده. زود السايز، احنا محتاجين ان هو يوضح جدا يعني. جميل، بعد كده هنيجي عند الفيل. في فرق ما بين الاوبستي والفيل. الفيل بيقلل من اللون بتاع اللير بس، لكن لو فيها افكت زي الاستروك اللي احنا عاملينه ما بيعملش فيه حاجه، لكن الاوبستي بتقلل كل حاجه. بمعنى حاجه على الاوبستي واقلل كده كل حاجه قلت، بما فيهم الاوتر جلو اللي احنا عاملينه، بما فيهم الاستروك اللي احنا عاملينه. طيب انا عايز اقلل اللون الابيض اللي جوه بس، هعمل ايه؟ اجي من عند الفيل واقلل، هتفضل الستروك والاوتر جلو اللي احنا عاملينه زي ما هو، وده اللي احنا عايزينه. جميل، بالشكل ده. انا اعلي ممكن الفل شوية. تمام، ممكن ان انا اعمل حاجة بقى اصيع شوية، ان انا عاوز الفل اللي جوه يبقى جراديانت. هعمله ازاي؟ هحدد اللاير كده زي ما احنا شايفين، واعمل نيو لاير، وهاجي عند الجراديانت. في جراديانت بيجي على ترانسبيرنت، يعني يبقى لون ابيض، ويجي على ترانسبيرنت ابيض برضو. جميل، هاجي هقوم عامل جراديانت كده بالشكل ده. ده في لاير جديده، ده ما لهاش دعوه باللاير اللي احنا شغالين عليها، مثلا كده، او يعني نجيبه بزاويه كده. جميل، وهنيجي عند اللاير بقى دي اللي احنا كنا شغالين فيها، وهنقلل الفل دوت على الاخر، او يعني الحاجه بسيطه كده. هنلاحظ ان احنا بقى عندنا دي لوحدها عالية وديت أقل. طبعا يعني ده بيرجع إليك ولفنك يعني، أنت ومزاجك. نحددها تاني، ممكن نحن نعمل واحدة كده كمان، سوري، يعني تبتدي إن أنت تظبطها كده بحيث إن هي يعني ما تلغيش ملامحها، وفي نفس الوقت تبقى شكلها حلو. طيب عملنا السكرين بس نصغرها شوية عشان ما تخفيش اللي احنا عاملينه، ونقلل الاوبستي بتاعت اللي فوق ده شوية. تمام، الجزء اللي بعد كده هنعمل الباترن اللي هو بيقول لي اوردر ناو. ده هنعمله ازاي؟ ببساطه هنيجي عند الشيب تول، راوندد انجل شيب تول، وهنعمل شكل عادي خالص راوندد انجل زي كده، بس هنخلي الراوندنس بتاعه اكبر رقم ممكن، وليكن 400، اي حاجه بحيث ان هو يديني الشكل ده الراوندد انجل خالص. جميل، هنعمل له ستايل يبين لي ان دوت زرار او بتن، ده عن طريق الجراديانت اوفرلاي. هنيجي بقى هنغير، هندي لها جراديانت بالشكل ده وليكن، سوري. جميل، ندوس دبل كليك جراديانت اوفرلاي، وهنختار الجراديانت بالشكل ده بس هنخليه نورمال. بعد كده هنغير بقى، هنيجي هنا وهنعمل لون اصفر. انا عايز الشكل يبقى شكله زي اكنه زرار، هنخلي ديت زيرو
او سوري 90 بحيث ان هو يبقى افقي تماما، وهاجي عند الجراديانت هبتدي العب فيه بحيث ان هو الشكل الاخير يبقى زرار. طبعا ده بيبقى ازاي؟ عن طريق ان انا بخلي فيه لون في النص كده خفيف او بالشكل ده، وهاجي عند الحواف اخفف اللون بتاعها، وعند الحافة ديت برضو اخفف اللون، واجي هنا يعني ممكن ان انا ازود كده يعني. في الفري ان انت تقعد تلعب في او في على فكرة ستايلز جاهزة يعني، ممكن انت تحملها وتدي لك نفس الافكت بتاع الباتن ده ممكن كده يعني الى حد ما. اللي هنا تمام، هنيجي هنعمل له انر جلو او انر جلو سوري واحد فين المفروض انها موجودة يعني اهي من هنا، وبعد كده بزود السايز بتاعها والاوباستي، وهاجي هعمل لها ستروك عشان كل ده عشان عاوز ابين ان ده باتن او زرار كده. جميل اعتقد، ولو عملت بعد كده اوتر جلو بالشكل ده بقى يعني اقرب ما يكون الى البطن. ممكن ان انا في الجراديانت اغير دوت اتقله شوية، ممكن ان انا اشيل ده كده اوكي، يعني عند الانر جلو يعني كده مناسب. جميل ده شكل الزرار. بعد كده هناخد منه نسخة كنترول جي عشان لو احتاجنا ونخفيها. عايزين نعمل ايه؟ عايزين نركب الزرار ده على نفس البرسبكتيف بتاع الموبايل. هنعمل كده ازاي؟ ببساطة شديدة هندوس كليك يمين كونفرت تو قصدي راسترايز لاير عشان تبقى معانا لاير نقدر نتحكم فيها، ندوس كنترول تي ونبتدي نغير الابعاد بتاعتنا لغاية ما تبقى نفس الأبعاد بتاعت الموبايل كده. طبعا مش بالظبط قوي يعني اهو كده، وهنصغرها كده شوية اوكي عشان تبان ان هي فلوتينج او طالعة من الموبايل. بس نصغر دي الاول بس شوية كده. جميل هنحط لها شادو، هندوس دبل كليك دروب شادو، ولو جينا هنا وشدينا هنلاحظ ان الشادو ممكن يتحرك معانا بدل ما نعمل الشادو بتاعنا مانوال. لا احنا هنستغل الاداة نفسها وهنحرك الشادو في المكان اللي احنا عايزينه. اعتقد كده كويس اوكي جميل. هنيجي هنكتب هنا order هنخليها باللون الأبيض عشان تبقى واضحة، ونختار فونت كده يكون بولد شوية عشان تبقى واضحة معايا وليكن الليمونادة دوت أو ممكن فونت زي كوماندو اوكي. اعتقد مش الفونت مش واضح عشان الخلفية الاصفر بتاعها عالي قوي، فاحنا ممكن ندوس على اللاير كده ونغير. لو دوسنا كنترول يو كنترول يو هنغير في اللون بتاعها بالشكل ده، نعلي ونقلل الساتوريشن براحتنا لغاية ما نحس ان هو مظبوط. اعتقد كده كويس. هنيجي عند كلمة اوردر
دوس كنترول تي نظبط بس البعد بتاعها يبقى بالشكل ده. جميل. بعد كده ناقص نقطة الشخص اللي هو هيبقى هنا وبيدوس order now. اهو هنجيب صورة الشخص اللي احنا كنا قصينها وهنحطه بالشكل ده. سوري الصورة كبيرة شوية. طبعا اختيار الصور ده من اهم او من اصعب الحاجات اللي ممكن تقابلها في الديزاين، فبالتالي لازم تاخد وقتك جدا. يعني ممكن الديزاين انت تاخد فيه كتصميم نص ساعة او ربع ساعة، بس اختيار الصور ساعتين. فخد وقتك وما يعني ما تزهقش، يعني لازم تختار الصور اللي بتتماشى مع الفكرة اللي انت عاوزها. طيب هنحط بالشكل ده كده. جميل. هنظبط بس شوية حاجات. في الأول حاجة الشادو بتاع الراجل، هنعمله نفس الشادو اللي عملناه قبل كده، طريقة سهلة جدا. دبل كليك، هنخليه كله كلر اوفرلاي اسود، نفس الكلام اللي عملناه قبل كده، راسترايز لاير ستايل. طبعا الشادو عشان جاي الناحية دي فهننزله كده. هو مش هيبقى واضح قوي لان الاضاءه بتاعت الموبايل المفروض جايه على الجزء ده، فالمفروض ان الشادو ما يبقاش واضح قوي. جميل. فاحنا هنمسح بس الجزء اللي هو ده كده، وهنقلل opacity يعني بشكل المفروض ان هو ملحوظ. وهنيجي عند فلتر بلور جاوزيان بلور، اوكي، او ممكن نزود البلور شويه تاني. الفكره كلها ان انا مش عاوز الشادو يبان قوي لان الاضاءه اللي جايه عليه اساسا عاليه، فدي ده الشادو اللي جاي من الاضاءه اللي جايه من هنا. في شادو كمان جاي من التليفون، فهنعمله ازاي؟ نفس الكلام، ندوس كنترول جي، نفس اللي احنا اشتغلنا بيها، بس احنا هنعملها الناحيه دي كده. طبعا دي هتبقى يعني نغير في الاوبستي بتاعتها شوية حلوين كده، انا مش عايز يبان شكلها قد او شكلها شاذ كده، مش حلو. فاحنا بالتالي هنخفف بس كده منها حاجة بسيطة خالص. نفس الكلام بالنسبة لهنا، ده بيرجع الى السنس بتاعك هنا. جميل. طيب الموبايل منور جدا، فبالتالي ضارب النور ده على الشخص ده. هنعمل ده ازاي؟ هنيجي على اللاير بتاعت الشخص اهو، وهنعمل adjustment layer curves، وهنعلي الإضاءة قوي كده. جميل. يعني بشكل اللي هو مثلا كده، تمام. بعد كده هنقوم نلون الحتت اللي احنا مش عايزينها في اللاير دي. طبعا اللاير دي احنا عاملينها كليبنج ماسك للاير اللي تحتها بس، اللي هو لصورة الشخص بس اهو. جميل. هنلون الحتت اللي احنا مش عايزينها فاتحة واللي هي بعيدة عن الموبايل، فبالتالي هنلونها بالاسود كده الشكل. عشان يبان الإضاءة جاية على الشخص نفسه. ممكن إن احنا نيجي عند الحتة دي نفتحها، طبعا نقلل الفلو شوية، خليه كده تقريبا، ده انعكاس، وهنا ممكن يكون انعكاس برضو على الشخص عند الجزء بتاع الشعر، الجزء دوت. يعني بتخيلك كده الانعكاسات هتيجي فين وتعملها. هنعمل اضاءة كمان لونها اصفر، بس دي هنحدد اللير وهنيجي بالفرشة باللون الاصفر سنة بسيطة كده، يعني مش كتير اهو. ده عشان بس انا عاوز اصفر يكون فاقع شوية
نعم، ده عشان الاصفرار اللي جاي لي من الموبايل نفسه. انا مش معلي الفلو، علي الفلو عشان اللون يطلع ساتيوريتد كده مثلا عند الشعر. نيجي عند الجزء ده نفس الكلام، طبعا هنقلل الاوبستي بتاعت الضوء ده ونعمل له اوفرلاي او سكرين، اعتقد سكرين مناسب. هنمسح بقى شوية الزيادات اللي احنا مش عايزينها. اعتقد هو كده بقى يعني الى حد ما مناسب. ممكن نقلل الاوبستي بتاعت اللير دي عشان ما نفقدش الديتيلز بتاعت الشخص. كده اصبح عندنا بنسبة كبيرة تمام. ناقص بس اضاءة الزرار دوت على الارض. هنعملها ازاي؟ ببساطة شديدة، هنيجي لصورة الزرار اللي هي دي وهناخدها كده هنا. انا عاوز بس احددها، انا خدت منها كوبي يعني وعملت لون كده اصفر، سوري، ملف لير جديده عملت لون اصفر. بعد كده اللير نفسها انا مش عايزها. اهي هقوم اعمل لها كده، بس ان انا هفرشها على الارض كده. هدوس انتر اند فلتر بلور جاوزيان بلور عشان اعمل لها بلور بالشكل ده. يعني لغاية ما نحس ان الاضاءة بقت مناسبة، دي الاضاءة بتاعت التليفون على الارض. هنيجي ورا التليفون نعمل لير جديدة ونعمل إضاءة بقى ورا التليفون نفسه. نعملها إزاي؟ بالفرشة الفيدز في لاير جديدة، هنعمل واحدة كده وهنكبر أهو ونحطنا هنا كده، بس هنكبرها شوية كده. هنعمل نفس اللي عملناه ده كده بس بلاير لونها أبيض أهو ده كمان كده عشان يبين قلب الإنارة نفسها أبيض والجلول اللي حواليها اصفر. جميل، عد هنا شويه كده تمام. واللاير اللي على الارض برضو ممكن نعمل عليها نفس الكلام اللي لسه عاملينه، بس كنترول جي ونخليها بالابيض جست ان انا هلون جواها كده دي واصغرها كده. هقلل الاوبستي بتاعتها يعني لغاية ما تبقى مناسبة معايا. نفس الكلام بالنسبة للأصفر. ممكن إن أنا أدمجهم بعد كده في لير وأبتدي ألعب في الأبعاد بتاعتهم لغاية ما أحسها مناسبة وما يبقاش شكلها شاذ. إن أنا أحطها في اللير تحت الموبايل بالشكل ده. جميل. بعد كده هكتب بقى الهدف من البوست نفسه اللي هو اطلب الان او اضغط الان بكبسة زر. نسينا في عنصر اخير اللي هو الاباجورة دي، هنحطها جاست ان انا احطها ورا اللايرز بتاعت الاضاءة. هي يعتبر هتبقى ركبت لوحدها يعني أو كده، بس هحطها تحت اللايرز اللي فيها إضاءة أو بالشكل ده، هي هتبقى ركبت لوحدها يعني. جميل، أنا ممكن أحرك كل اللايرز دي كده عشان يبقى في مساحة على اليمين أو بالشكل ده. أنا في حاجة نسيتها محركتهاش، مش مشكلة.
الحتة بتاعت الشادو دي، هنمسح بس الجزء اللي احنا سيبناه، هنعمل شادو اللير بتاعت الأباجورة نفس اللي كنا بنعمله قبل كده، مفيش فيه جديد. احنا ممكن كمان اننا نقدر نحدد اللير بالشكل ده، نيجي نعمل لير جديدة باللون الاسود اسرع، هنلون اللير كده وببساطة جديدة هنحطها في لير تحتها كنترول تي ونخليها كده على الارض. جميل، طريقة سهلة جدا يعني. في حاجات مش لازم ان هي تاخد مننا وقت كبير، او لو حاجة طبعا هتطبع على يعني بوستر كبير او حاجة كده طبعا ناخد فيها وقت، لكن لو هي ديزاين سوشيال ميديا او حاجة شبه كده فبالتالي لو عندك وقت ممكن ان انت تاخد فيها التفاصيل كلها، لو ما عندكش فانت تقدر ان انت تعملها بسرعة. اوكي، الاستعجال ساعات بيخلي الحاجة بدل ما كانت هتاخد ساعة ممكن تاخد ساعتين عشان انت بس مستعجل. طيب no problem. جميل، هنكتب بعد كده بقى اللي احنا عاوزينه من الديزاين نفسه، اللي هو حمل الابليكيشن الان او داونلود ناو، انا كنت كتبها طبعا عشان وقت الفيديو فانا كتبتها بسرعة. الهدف من الديزاين نفسه يعني، وبعد كده هنحط بس كام element يدلنا الافكت، او قصدي عشان نعمل بالانس في اللون الابيض اهو. الاليمنتس ديت انا برضو كنت رافعها بي ان جي، هتلاقوها في الفايلز. بتديني بس بالانس في اللون الابيض عشان اللون الابيض هنا قليل وهنا كتير، فبالتالي انا عايز اعمل البالانس ده. بعد كده هاجي ممكن انا احسن اللون ده احمر شويه وده اللون ده اخف، ممكن ان انا ابتدي في الباك جراوند اعمل لير جديده واجي باللون اللي هو محمر شويه دوت، هنكبر فرشه الفيديت واعمل بالشكل ده كده عشان اوازن ما بين اللون، ما يبقاش جنب فيه احمر قوي والتاني بالشكل ده كده. ممكن نفس الكلام كده، يعني في الفري ان انت تاخد وقتك تظبط الاضاءات والحاجات دي كلها عشان في الاخر تطلع باحسن حاجة. وبكده تكون حلقة النهاردة انتهت على خير، يا رب تكونوا استفدتوا من اي حاجة. ابعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك التطبيقات والتصميمات بتاعتكم اللي بتساعدني جدا. طبعا كالعادة لازم هنعرض دلوقتي حالا جزء من التصميمات اللي جات لي على صفحة الفيسبوك بتاعتي. بس كده استناكم ان شاء الله الحلقة اللي جاية مع فيديو تصميم جديد، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدعمنا وتشير القناة في كل حتة. كان معكم محمد علي، سلام. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for recovery.